نشكركم الكل على تكريم الفقيدة سليمة بوغديري وعلى كل من ساهم في هذا التكريم، وخاصة الإدارة الكلية والعملاء والإداريين اللي متطوعين باش يعاونونا وباش يسهلونا الأمور باش ننجزوا التكريم هذايا. حاجة بركة أنا نحب نحكي على سليمة، أنا هنا كنت معاها نقابة أساسية كلية العلوم بتونس، نحب نقول قراسة سليمة. أنا من اللي جاني دخلت الكلية عملت عمل نقابي، وين كنت ندرس لا كنت عندي علاقة بالنقابة لا حد شيء. نزلت جديد ماشي البيفات تاع الكلية باش نعمل قهوة، نلقى درابو في يدي، قالت لي اطلع في الكهرباء باش نمشي قدام الوزارة. قالت لي نحن توا كبرنا ما عادش نناضلوا على الشباب اللي كيفكم. نناضلوا على الشباب هذايا والانسانيمون مش كان تدخل بيروك وتقري ولا تعمل ريشيرش، لازمك تكون في الهيئات البيداغوجية ولا في العمل النقابي ولا في ليزاسوسياسيون وكذا. دونك من الوقت هذاك تعلقت انا بالنقابة وقعدت نواصل وقعدت عندي علاقة اللي حتى الآن هاني كاتب عام النقابة وباش نواصل صار العمل النقابي. وبفضل لذلك كل كما نقول بفضل سليمة، خاطر أنا ما كنتش عندي حتى علاقة بالعمل النقابي سواء في دراستي سواء في كذا. ناس كتير اللي قريت فيها ما فيهاش لا إجاب لا يجي ديو لا حتى شيء، نقرا ونروح فهمني. دونك هذاك هو، نحب نشكركم الكل ونحب نخلي الكلمة البقية بالذات المتدخلين باش يعطوا هما شهاداتهم وكذا ونعرف.